أهلا فيكم بقناتكم ملخص فيلم معدانة. قصتنا حقيقية حصلت مع مجموعة من الأصدقاء اللي قرروا يروحوا يقضوا إجازة بحرية على أحد السواحل الأسترالية، بس اللي كانوا مفكرين إنها رحلة الأحلام طلعت رحلة لأسوأ الكوابيس واللي كلفتهم حياتهم، وهذا اللي رح نشوفه بأحداث فيلمنا لليوم واللي هو ذا ريف. فخليكم معي للنهاية لتعرفوا التفاصيل المرعبة للحكاية. بتدور أحداث فيلمنا مع وصول مات وخطيبته سوزي وأخته كيتي ليقضوا عطلة بالساحل الأسترالي، وبيكون باستقبالهم رفيقهم القديم لوك، وبيسلموا على بعض وهن مبسوطين باجتماعهم بعد سنين. وقبل ما يتوجهوا للإبحار بيروح لوك مع كيتي للماركت ليجيبوا شوية أغراض لوازم الرحلة، وهنيك بتتفاجأ كيت لما بتشوف مجموعة من فكوك لأسماك القرش معروضة بالمحل، فبيصير صاحب الماركت يشرح له عن أنواع سمك القرش المعروضة، وهون بتسأله كيت منين قدر يجيب كل هالأنواع من القرش، فبيقلها من هون من هذا الساحل. فبتحس كيت بالخوف، بس بيرجع صاحب الماركت بيطمنها وبيقلها لا تخافي، بهي المنطقة ما في سمك قرش، واحتمال بهالمنطقة تموتي بلسعة نحلة أكتر من احتمال إنك تموتي عن طريق قرش. وبعد ما بيخلصوا بيروحوا على المركب، وهنيك بيتعرفوا على وارين الشخص اللي رح يرافقهم بالرحلة، وهو كمان شريكه الجديد للوك بالشغل، وبيعرف بالمنطقة يلي بدهم يروحوا عليها، وعنده خبرة البحارة بما يتعلق بمد وجزر البحر. وأما لوك فبينزل يورجي كيت المركب من جوا، وهون بتكون كيت محضرت له هدية، وهي نوع من اللحم المجفف اللي بيحبه لوك. فبيتشكر لوك كتير إن ما نسيت شو بيحب وشو بيكره، بحكم إنهم كانوا مخطوبين وفكوا ارتباطهم. وأما كيت فبتقله إنه مبسوطة كتير بهالرحلة يلي رح يقضوها كلهم مع بعض كعيلة واحدة. وبيطلع لوك بعدها ليراقب مد البحر، وبتبدأ الرحلة لجزيرة سينجنيت بمنظر خرافي بنص البحر. وقبل ما يوصلوا على الجزيرة بيكملوا طريقهم بقارب مطاطي، وارن بيضل بالمركب عم بيصيد سمك، وأما المجموعة فبيغوصوا ليستمتعوا بأنواع السمك الكتيرة والجزر المرجانية اللي جمالها ما بينوصف. بعدها بيكملوا طريقهم على شط جزيرة ليرتاحوا شوي، وبيعملوا جولة فيها، وفجأة بيناديلن ويشاورلن وارن من بعيد إنه لازم يجوا، والظاهر في مشكلة عنده. ومباشرة كانوا طلعوا بالقارب المطاطي باتجاه المركب، بس لسوء الحظ بيضرب بالشعب المرجانية وبينسقب لأنه مية البحر انحسرت بشكل كبير، لكنهم بيلحقوا يوصلوا على المركب، وهنيك بيقلن وارن انه محرك المركب ما عاد يشتغل وتعطل، وبيحاول كتير انه يصلحوه لكن ما في فايده، فبيضطروا يرفعوا الاشرعه وبيكملوا طريقهم بمساعده الريح، وبالفعل بيقدروا يطلعوا من هالمأزق، وبيطمنهم مات انه الخطر راح. وهون كيتي بتقول لسوزي تجرب قياده المركب، وبالفعل بتجرب سوزي وبتكون مبسوطه لانها كانت اول مره لها انها تقود مركب. ومع طلوع الشمس بيكون لوك على ظهر المركب، فبتطلع كيت لتستمتع بشروق الشمس، وبيحكوا عن فتره انقطاعهم عن بعض، ولأنه لسه المشاعر اللي بيناتهم قوية وفي أمل كبير ترجع علاقتهم مع بعض بيقرروا يحاولوا يصلحوا علاقتهم. بعدها بينزل لوك ليحضر فطور، وفجأة بيصدم المركب بشيء وبينقلب رأساً على عقب، وبتكون كيت قدرت تطلع. أما لوك فبيطالع سوزي وبيرجع يطالع وارين اللي رجلهم صابت، لكن اللي بيكون لسه ما طلع هو مات، فبيرجع لوك يدور عليه، وبيطلع مات علقان تحت والباب ما عم يفتح معه، وبيقدر بمساعدة لوك يفتحوا الباب ويطلعوا على سطح البحر. بعدها بتطلع المجموعة كلها على المركب المقلوب، وبيشوفوا مكان الاصطدام والكسر، فبيقول لوك يا اما اصطدموا بالشعب المرجانيه او بحوت، وهلا هن صاروا بورطه كبيره، فكيف بدهم يرجعوا بدون مركب، وخصوصا انه المركب ما رح يطول ليغرق، وهن اساسا بعيدين عن اي يابسه. وهون بيتذكروا جهاز ارسال اشارات طوارئ كان موجود على المركب معهم، واللي بيقدروا فيه يبعثوا اشارات للطيارات، لكن للاسف المنطقه يلي هن فيها ما بتمر فيها طائرات، لانهم ما شافوا ولا طياره مرت من فوقهم خلال كل الرحله، بالاضافه الى انه جهاز الإرسال غرقان مع أغراضهم تحت. وهون بيقلن لوك إنه ما في حل غير إنهم يسبحوا على جزيرة قريبة منهم اسمها جزيرة السلاحف، وهي أقرب مكان ممكن يوصلوا له خلال 3 ساعات سباحة. لكن هون بيظهر على وارن الخوف، لأنه بيعرف إنه بهي المنطقة أخطر أنواع الأسماك مثل القرش وغيره، الأمر اللي خلى الخوف ينتقل لسوزي وكيتي كمان. فبيقرر وارن يبقى على المركب لأنه كمان ما بيقدر يسبح لوقت طويل، وكمان سوزي وكيتي بسبب خوفهم بيقرروا يبقوا. لكن لوك بيقلن إنه هن أمام أمرين أحلاهما مروا، يا إما بيسبحوا للجزيرة أو بينتظروا حدا يشوفهم ويساعدهم قبل ما يغرق المركب فيهم، ممكن يموتوا كمان من العطش. وبيطلب منهم يقرروا، لأنه أكيد ما رح يجبر حدا يروح معه، لأنه هو قرر خلاص إنه يسبح للجزيرة. وبعد ما بينزل لقلب المركب ليشوف شو بيقدر يجيب أغراض تساعدهم بالسباحة مثل بدلات الغطس وكمان أي قطعة تساعدهم يريحوا عليها من السباحة، بيسمعهم عم يصرخوا عليه إنه يطلع لأنه شافوا شيء مثل سمك القرش حواليهم. وبالفعل بيطلع بحذر وبيطلع بقلب المي إذا كان في شيء، وبيطلع لعندهم
بدهم وبيطمنهم وبيقول لهم ما في شيء ولازم هو يرجع ينزل مشان يدور على جهاز الإرسال، وبصعوبة بيقدر يلاقيه. لكن هون بيحس إنه في شيء ضرب بالمركب وبيشوف سمك قرش صغير عم بيحوم حواليه، لكنه فورا بيطلع وبيوزع عليهم بدلات الغطس اللي قدر يلاقيها. بس وارن بيقول لهم إنه فكرة السباحة وأسماك القرش محاصرتهم ما لها فكرة منيحة، ومستحيل يقدروا يوصلوا للجزيرة وهن عايشين. فبيقول له لوك إذا ما بدك تجي معنا لا تخوف الباقي، لأنه الخوف والقلق بدأ يأكل قلوب سوزي وكيتي وحتى مات. لكن وبعد تفكير بقرر مات وسوزي إنهم يروحوا مع لوك، بس كيتي بترفض وبتقلن إنها رح تضل مع وارن، وبيودعوا بعض وكيتي عم تبكي. وبينزلوا الثلاثة وبيبدأوا بسباحة باتجاه الجزيرة، وبعد ما بيقطعوا مسافة قصيرة بيسمعوا كيتي عم بتناديهم وتقلن انتظروني. وهون بيطمنوا لوك وبيقلن لا تخافوا رح نوصل ورح يتم إنقاذنا، وبيكملوا سباحة بعرض البحر. وفجأة بتجمد سوزي بمكانها وبتقلن إنها شافت قرش جنبهم، فبينزل لوك لتحت المي بيطمنهم وبيقلن لا تخافوا هي أسماك صغيرة، وبيرجعوا بيكملوا سباحة. لكن شوي وبيشوفوا من بعيد شي طافي على وش البحر، ولما بيقربوا عليه بيطلع صدفة سلحفات كبيرة ميتة ومشوهة من راسها، وبيخافوا من منظرها لكنهم بيحمدوا ربهم ما طلع شي أخطر من هيك. وبهالوقت وارن بيكون لساته بمكانه، لكنه بيحس بحركة قوية حوالين المركب، ولما بيدقق بيشوف سمك القرش عم يسبح حواليه. وبنرجع للمجموعة اللي بيكونوا مكملين سباحة، بس التعب هلكن والعطش نشف جسمهم والخوف خلى سوزي رح تجن، وبترجع بتقلن إنها شافت شي ومتأكدة هالمرة أكتر من المرة اللي قبلها. ومرة تانية بينزل لوك لتحت المي ليشوف إذا في شي، وبالفعل بيشوف سمكة قرش كبيرة عم تحوم حواليهم، ورجع الرعب ياكل قلوبهم، والقرش عم بيقرب منهم ويبعد عنهم لحد ما هجم عليهم. ومر بسرعة بجنب كيتي ورمى القطعة اللي عم تساعدها بالسباحة من إيده، وهون بتجمد كيتي من الرعبة وما عم تقدر تصدق إن على شوي كانت ممكن تفقد أحد أطرافها أو ممكن تفقد نص جسمها بالكامل، وما بقى تقدر تتحرك أو حتى تتنفس بشكل طبيعي من الصدمة، لحد ما بيقرب منها لوك وبيساعدها على التنفس وبيشتت انتباهها عن الخوف والصدمة من اللي حصل. وأما مات فبيروح ليجيب القطعة اللي راحت من كيتي، لكن المسكين ما بيلحق يرجع لأنه القرش كان هجم عليه وأكله رجله. ولما بيروح المجموعة لعنده ويحاولوا ينقذوه بيقول لهم يتركوه لأنه القرش رح يرجع ليكمل عليه ورح يتبع وجود الدم، وهو هالحالتين بعد ما انقطعت رجله ما عاد يقدر يسبح ورح يصير عبء عليهم، وبيترجاهم يكملوا ويتركوه وبعدها بيموت. فبتودعوا كيتي وهي عم تبكي وتصرخ وقلبها عم يتقطع على أخوها. وبالفعل بعد ما بيسبحوا لدقيقتين عن مكانه بيكون القرش رجع سحبه لتحت المي وكمل عليه، وبيكملوا طريقهم بعد ما خسروا مات وخطيبته سوزي وأخته مو مصدقين اللي حصل. وبالليل بتنهار سوزي وبتحط الحق على لوك يلي بيعتذر منه على كل شي صار معهم، لكن كيتي بتقلها لسوزي إنه لوك ما له علاقة باللي صار لأنه ما جبر حدا إنه يجي معهم. وهن عم يحكوا بيحسوا إنه القرش حواليهم فما بيتحركوا من مكانه، ومن التعب والخوف بينام. وتاني يوم لما بيصحوا بيشوفوا الجزيرة من بعيد، وهون بيتجدد عندهم الأمل وبيصبحوا ليوصلوا لصخرة بيطلعوا بيرتاحوا عليها شوي قبل ما يكملوا على الجزيرة، واللي بتطلع مثل ما قال لهم لوك ما لجزيرة السلحفات اللي هن رايحين عليها، بس المهم إنها جزيرة من الجزر وممكن تنقذهم. وبعد ما يرتاحوا شوي بيكملوا طريقهم، بس ما لهم عارفانين إنه المسكينة سوزي رح تكون الضحية التانية بعد خطيبة مات، لأنهم بعد ما بيصبحوا شوي بيهجم عليهم القرش وبيسحب سوزي وبتكون نهايتها. وأما الصدمة فكانت كبيرة على كيتي المسكينة اللي خسرت أخوها وخطيبته ورا بعضهم. لكن لوك بيهديها وبيقول لك رمالهم لازم نوصل للجزيرة، لأن الأكيد إن أمنيتهم إن نوصل بسلام. وبيكملوا هن الاثنين سباحة وحالتهم يرثى لها، وبيكونوا قربوا كتير على الجزيرة، وكمان بيلاقوا بطريقهم شعب مرجانية ويرتاحوا عليها شوي. وأما كيت فبتكون رجلة مشقوقة وعم تنزف، فبيضمد لياها لوك وبيتفقوا يضلوا مع بعض العمر كله بعد ما ينجوا من اللي هن فيه، وبيرجعوا يكملوا باتجاه الجزيرة. لكن ضماد رجل كيت بينفك وريحة الدم وجوده بالمي بيخلي القرش اللي كان بهالأثناء عم يحوم حواليهم يقرب أكتر وأكتر منه. ولما يحس لوك بالخطر بيغطس لتحت المي وبيحاول يبعد القرش عنه، وبيقول لكيت تهرب بسرعة لأنه ما ضل بينهم وبين الجزيرة كم متر والقرش ما رح يتركهم. وبالفعل بشق الأنفس بيقدروا يوصلوا أخيرا للجزيرة، وبمساعدة لوك بتقدر كيتي تطلع على صخر الجزيرة. أما لوك المسكين وبرغم محاولة كيتي المستميتة إنها تطالعه، لكن للأسف ما بتقدر تسحبه، وبيكون القرش أسرع منها وبيسحبه من بين إيديها، وبتكون نهاية لوك المسكين. وبتصير كيتي تصرخ وتصرخ لكن فات الأوان وبقيت لوحدها وما في حدا معها. وبالنهاية بتكون كيتي هي الوحيدة اللي قدرت تنجو بحياتها، وخسرت خطيبها وأخوها وخطيبته، بمعنى خسرت كل عائلتها، وتحولت فرحتها بلمشم للعيلة لأكبر مأساة وكابوس ممكن إنها تعيشها بحياتها. وباليوم الثاني بتم إنقاذ كيتي عن
عن طريق صيادين كانوا قريبين من الجزيرة وبينقلوها على المستشفى. وأما وارد فكمان بعد عمليات بحث كتير عنه ما قدروا يلاقوا له أي أثر، لا هو ولا المركب اللي كان عليه. ولهون بيخلص فيلمنا لليوم. ما تنسى شكرا منك على تعبنا باللايك والسبسكرايب، وتأكيد تفعيل الجرس مشان توصلك ملخصات أفلامك اللي بتحبها. سلام.